بنبلش بتحضير المكنة. أول شي في هون كبسة هون من هاي الميل ومن هاي الميل. هون فيك تكبسيهم من مرت اتنيناتهم تنشال الحزام ومن نطفه يعني بعد الاستعمال. وفي هون 3 أحجام ببين فيك تغيريهم، السمول فوق ببين هون سمول، وهذا الوسط وهذا الكبير. اوكي، وللاستعمال اول شي لازم تكون الورقة اذا كانت شوي ناشفة بتكون احسن، لان ما بتلزق كتير ويمكن ما بتنخزق. اهم شي تكون بهاي الجهة لفوق، وتكون هيدا الموقع ما يكون كتير واطي، لان اذا هيدا بالنص مثلا هون وحطينا الحشوة عليه رح يطلع كل الحشوة من النص. فمنعليه شوي، منحطها هيك، منجيب شوية حشوة، وحسب الحجم فيك تجيبها أكتر أو أقل. أوكي، لأن إحنا عم نستعمل الرز بس، ومنحطها بنص الورقة، بالنص أو بالنص التحتاني، ما فينا نعليها كتير لهون لأنه مثل ما قلنا بدها توقع. أفتكر فينا نزيد بعد شوي حشوة، وبعدين مننزلهم شوي. هيدي النقطة كتير مهمة، إنه لازم يكونوا عسوات الحزام هون أو تحته شوي كمان، مش مشكلة، بكل سهولة تطلع هيك. فينا نجربها بعد مرة. هاي منشفة كتير، يمكن ما بعرف إذا رح تتخزق شوي، لنسلن برا. نحن بناخد الحشوة، ومننزلها لتحت. بيطلعوا كل مرة.